السلام عليكم ورحمة الله. حتى احنا نقولوا شي كلمة بالنسبة لهذه الحملة ديال المقاطعة اللي كاينة في المغرب حاليا، ونركزوا على جوج نقاط أساسية. أولا هذا السي الوزير اللي لولا الشعب المغربي ما كانش يكون وزير، اللي خرج كل قلة أدب تيتهمنا بأننا مداوخ. والله سيدي ما كذبتي، والله العظيم ما كذبتي، لا حنا فعلا مداوخ. عرفتي علاش مداوخ؟ اش قبلنا بحالك وسكتنا على بحالك يكون وزير. لو أننا فعلا ماشي مداوخ، والله يا جدك يا لا بقيتي فيها دقيقة، تنزلوا لك الشارع ونديروا اعتصام قدام البرلمان المغربي ورئاسة الحكومة باش تنزل وتعتذر وتمشي في حالك، تقلعوك وتزيد في حالك. بغيت تكون انت كاع في ملك الله تتهم الشعب كله بهاد الكفاءات العلمية تبارك الله وبهاد القطاعات كلها، من أضعف عامل صيد ياخذ القوت ديالو بالعرق ديالو حتى الأكبر راس في البلاد. إلا قلتي حنا مداوخ، احنا المغاربه كلنا بما فينا جلاله الملك، حتى هو راه مغربي، دونك حتى هو راه كتهمو بلا حتى هو مدوخ لانه مغربي بحالنا بحالو. وحاشا واش نتجرؤوا عليه ونقولوا عليه هذه الكلمه. حنا من هذا المنبر كنطالبوا صاحب الجلاله نصره الله باش يتاخذ الاجراء اللازم في حقك وتخرج بحالك، تعطينا اتساع وتقدم اعتذار وتقدم المحاكمه، واخا سالوا منك نتايا. ندوزو لشي السي المدير ديال السونترال. انت سيدي كتهمنا بالخيانه لاننا ما كنقاطعوا المنتجات المغربيه. ملي حنا خوانا كنقاطعوا المنتجات المغربيه، انت سيدي اللي كتحلب في فلاحه كتاخذ من عندهم الحليب في الفرنك، شنو نقولوا لك زعما؟ لو انك انت انسان بعدا كتفهم، غادي تحترموا دوك الفلاحه اللي كيعرفوا على الرزق ديالهم ويعطوه لكم بجوج دريال، وانتم كتجوا تزيدوا عليه الماء وتزيدوا عليه داك الشيء اللي كتزيدوا عليه وتدفعوا للمواطن البسيط وتاخذوا منه الزباله ديال الفلوس. الا حنا خوانا انت اش غتكون؟ وباي حق تتهم المغاربه بانهم خوانا؟ شكون انت في ملك الله؟ شكون انت في ملك الله؟ انت ماشي خصك تحاكم، انت خصك تحاكم، خصك تجلد في ساحه عامه. وملي تجلد يخوعوا لك هذاك الحليب ديالك، ذاك الريب يخوعوا لك ويخلوك مربوط والدبان تكشكش عليك باش تفهم مزيان شنو 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 الكلمه اللي خرجت على فمك. بغيت غير نعرف انتوما كنوسكم منين؟ كنوسكم منين؟ واش المسكين اللي قصتوه في الخبز ديالو ونار مسكين كيتكلم وتيقول اه باغي يدافع على راسو؟ قلت له شنو زعما خصنا نقول لكم نعم سيدي، نعم الشاف، نعم الشاف، اي الشاف، نعم سيدي، واللي درتي اللي كاينه والصحراء ديالنا ولا اله الا الله محمد رسول الله وديروا اللي بغيتو والمغرب ديالكم ماشي اللي بغيتو. اش غتكونوا انتم؟ باندا ديال الميكروبات الطفيليات اللي كتمص الدم ديال المغاربه، لقيتوها سايبه كتنفعوا كتنفذوا في المغرب كيف بغيتوا، وبغيتوا تخلوا داكشي لولادكم وعائلاتكم والمقربين منكم، وبغيتوا الشعب يسكت وما يقول حتى شي حاجه. ثم كتدفعوا المغرب لشي مصيبه، كتدفعوا المغرب لشي حرب، كتدفعوا المغرب باش يجريسي شي باش المسكين يعرض فخور باش يلاه يحافظ على رزقه. وانت سيدي نعم سيدي ركب ليا في الكاسكات ديالك بلاندي وسد ليا الجاج ودوز من لوطوروت وما تسوقش البشر. عندكم الصح والله تعالى عندكم الصح، لأن طالما الشعب ساكت وما تيهضرش تكون على يقين منك انت، لا انت ولا الوزير. ولا الوزير والله سيدي ما تستاهل تكون وزير قسما بالله. الى قرانك انت ما يخدموش تاع عساس، ما يخدمش عساس بزاف عليك، كل عساس شرف منك والله تشرف منك بزاف، لان على الاقل ما يتجرأش يقول هذيك الكلمه على الشعب كله. انت ما احترمتي في تواحد وانت المدير عوض ما تتهم عباد الله بالخيانه، راجع نفسك انت الاول. ياك ما خايف البادرونات ديال الشركه يديروا لك طياره يقول لك الله يعاون يعاونك. شنو نقول لكم؟ سيروا الله ياخذ فيكم الحق، والله يعطيكم شي مصيبه فاش تلهاو
ويا ربي يا ربي، ما تهناو بكل فرانك سرقتوه من هاد البلاد، وكل فرانك كليتوه لدوك الدراوش، لا الفلاح مساكن ولا غيرهم. سير الله يعطيكم مصيبه فيه. هادشي اللي غتسالوني، هذا هو اللي كتسالوني انا، نقول لكم. والباقي راه جاي ان شاء الله. تحيه لجميع المغاربه اللي تيخدموا عقولهم قبل ما يديروا شي تصرف مقاطعه ولا غير مقاطعه. انا كنتمنى انه حمله المقاطعه ما تكونش غير لهذه الشركات بالضبط، هذه تكون حتى الامور اخرى. وكنتمنى بهذه المناسبه الشعب المغربي يقاطع حتى شي سلوكيات سلبيه كتسيء لينا كمغاربه وكتسيء للبلاد. يعني نديروا مقاطعه بزاف الامور، مقاطعه في السلوكيات تاع السير، سلوكيات تاع السوغان، سلوكيات تاع الكريساج، بزاف تاع الامور. المهم لا يسع المجال باش نهضروا في هذا الشيء. اذا ما المقاطعه تكون اي حاجه كتسيء لهاد البلاد، وتكون تشجيع لاي حاجه كتنوض هاد البلاد. مغربنا زوين وارضه طيبه وتاريخنا وحول الله الحمد مشرف، وبلادنا كتستاهل من نضحوا على قبلها. تحيه لكم كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله.